ايه الدوشة دي على الصبح؟ ده انا يا حاج. صباح الخير. صباح النور يا حاج. ايه رايح الشغل ولا ايه؟ اه يا حاج رايح. اه عايز حاجة اجيب عليك معاه وانا جاي؟ لا يا حاج تسلم لنا، عايزينك ترجع لنا بالسلامة. اقفل بس النور معاك وانت خارج. ماشي، وما تنسيش بقى النهارده هنروح نتغدى عند اخويا عشان عازمنا على الغدا. ايه ده، هو النهارده؟ اه النهارده، انت نسيتي ولا ايه؟ وبعرفي العيال دول لما تصحوا ان احنا هنروح النهارده. اه والله يا حاج كنت ناسي. حاضر، اول لما اصحى كده هقول له. واه صح، شوفوا كنت انسى ازاي. خلي الواد باسم لما يصحى على الدور كده بياخد العربيه يروح يغسلها ويشوفها لو عايزه بنزين يحط لها عشان هنروح بيها النهارده. حاضر يا حاج، اول لما اقوم من النوم هقول له على طول. متنساش تقفل النور بس معاك واقفل الباب. مش تنسي بس دور على العربيه، اهم حاجه. يلا سلام. بقول لك ايه، ما تنزلنا دور المستودع كده ولا المكتبه؟ قشطه، مسخن الاول، يلا بينا. صباح الخير يا ولاد، امال صحيتوا من امتى؟ صباح النور يا ماما، لسه صاحيين من شويه اهو. طيب غيروا رايكم كده بكوبايه شاي، اي حاجه بسيطه، عشان النهارده رايحين عند عمكم عازمنا على الغدا. وانت يا بسمه ابوك بيقول لك خد العربيه روح بيها البنزينه، شوفها لو عايزه بنزين واغسلها وروق عليها عشان النهارده رايحين بيها. طيب حاضر يا ماما، اخلص الجيم ده وانزل على طول. طيب بس يلا عشان ما تتاخرش. وانت يا هانم سيب التليفون اللي في ايدك ده وقوم يلا نضف الشقه كده عشان نسيبها نضيفه ونرجع نلاقيها نضيفه. يا دي ام تنظيف الشقه، لازم انضف الشقه قبل ما اروح في اي حته. انت بتقولي ايه يا بت؟ ما بقولش يا ماما، بقولش. حاضر هقوم انضفها اهو، بس يا ريت بقى قبل ما بابا يجي كده بساعتين ثلاثه تعرفيني عشان اقوم اختار لبسي واعمل كل اللي انا عايزه براحتي عشان ما نتخانقش خناقه كل خروجه على تاخيري في اللبس. اللي يشوف البت وهي بتتزوق يقول ليه العريس جاي لها. يا اختي احنا رايحين بالعربيه، يعني هننزل من الشقه على العربيه ومن العربيه على بيت عمك. يا ستي انا واحده بحب قبل ما اروح في اي حته اهتم بنفسي. مالكيش دعوه، عارفه لو قلت لي انزلي السوبر ماركت اللي تحت برضه هقعد البس قبلها بساعتين. اديني قلت لك اهو، خلاص انت بس عرفيني قبلها. طيب قومي بس يلا، خلاص الحقي روقي عشان مفيش وقت، ممكن ابوك يرن علينا في اي وقت. يلا قومي. طيب حاضر يا حاج. انت برضه المفروض يا حاج كنت قبل ما تيجي كنت ترن علينا تعرفني. طيب حاضر. انت بت يلا ابوك جه، قومي البسي كده بسرعه عشان هو متعصب وعلى الاخر. استغفر الله العظيم، هو انا ماما مش قلت لك عرفيني قبلها بشويه عشان اقوم البس براحتي؟ ولسه ايه اللي قدامك، هو اتفاجئت زيك. يلا قومي بقى عشان هو متعصب على الاخر وما يطلعش يتخانق معانا، قدامك نص ساعه انجزي نفسك. اه نص ساعه، دي نص ساعه دي يا دوبك هفكر هلبس ايه. طيب ماشي، انا هخش البس وبراحتي ومحدش يستعجلني بقى. انت فاكره نفسك شخصيه ولا ايه يا بنت؟ طب هي نص ساعه بقى، ونفسي اجي الاقيكي لسه ما لبستيش، شوفي هعمل معاكي ايه. مش عارفه البس ده ولا ده، البس انا فيهم. ايه يا بنتي عملت ايه؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، انت لسه لبستيش؟ اه يا ماما لسه. وبقول لك ايه صح، ما تقولي لي رايك، البس ده ولا ده؟ تلبسي ده ولا ده؟ الله يخرب بيتك، ده ابوكي عمال يستعجلني، اقول له ايه دلوقتي لما يرن عليا؟ قولي له بنتك لسه بتلبس ولسه قدامها ساعتين، ده ايه ده؟ حد قال له يجي من غير ما يقول لنا الاول؟ يا نهارك اسود، ابوكي بيرن، اقول له ايه دلوقتي؟ ايوه يا حاج. ايوه يا حاجه، بتعملوا ايه كل ده؟ اتاخرنا اهو، انتوا لازم كل مشوار الجزمه جايبه لي الكلام كده. والله همشي واسيب. والله يا حاجه انا لابسه وجاهزه، بنتك هي اللي مأخرانا كل ده. الله يخرب بيتها. طب قولي للبنت ده، ابوكي بيقول لك 5 دقايق لو ما نزلتيش هيطلع يكسر عليك الدولاب اللي بتلبسي. ايوه يا حاجه يا سامعاك، سمعتي؟ اه ان شاء الله. قولي له لسه قدامها ساعه، وبعدين انت ما قلتليش هلبس ده ولا ده. سامع يا حاج، بتقول لك انا لسه قدامي ساعه. ساعه؟ طب وحياه امها اطلع لها. يلا البسي بقى، ابوكي طالع لك. يا ترى البس انو فيهم بقى؟ قولي والمصحف. يا نهار اسود، هي في البنت الكلب دي اللي بقى لها 3 ساعات بتلبس. هي حاجه عندك جوه، انا عن نفسي جاهزه ولابسه ومستنيها بقى لي ساعه. هو في ايه يا بنت ايه يا بابا؟ انا جاهزه اهو، يلا بينا عشان اتاخرنا. الله، ما هي لابسه يا ولاد، انت باين عليك كبرت وخرفت ولا ايه؟ يلا يا بنت عشان ما يتاخرش. خلصي.
لابسه؟ لابسه ازاي يعني؟ ده اذا كان انا لسه داخله لها جوه لسه بتفكر هتلبس ايه. امال مؤخرانه مؤخرانه، ما هي البت لابسه اهي وجاهزه. يلا خلصي يا حاج، والله شكلك انت اللي كنت مؤخرانه. 5 دقايق انا مستنيكوا تحت. استنى بس يا حاج، والله هي اللي كانت مؤخرانه. اه يا بنت، يعني في الاخر ولا لبست ده ولا لبست ده، لبست حاجه ثالثه غيرهم خالص. كانت يومك اسود. ايوه لبست ده عشان عجبني. ايه ده، في ايه؟ استنى يا بابا خدني معاك. خد يا بنت وحياة امك. انت فاكر لما تجري تتحمي في ابوك كده يحشك عني؟ اصبري عليا لما ترجعي لي، والانوار اللي شغاله دي كلها مين اللي هتفيها؟ حاضر يا بنتي الجزمه لما نرجع بس.